يعد متحف ألفونا بكلية العلوم جامعة أسيوط الأكبر من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، كما يمثل واحدا من أفضل متاحف علم الحيوان في جامعة مصر، ويجمع بين كونه تعليميا وثقافيا واجتماعيا وسياحيا. المتحف تأسس مع إنشاء كلية العلوم في عام 1957، ويجمع أيضا جميع الطوائف الحيوانية المختلفة وجميع أنواع الأسماك والزواحف. كما توجد بالمتحف كائنات نادرة يصل عمرها إلى 350 عاما، علاوة على أنواع مختلفة من الطيور.